انتقام، غضب، قتل، رعب، غموض ووحشية. اشترك الآن في قناة سرداب وفعل الجرس لمعرفة ما يخبئه لك. رابط القناة أسفل الفيديو. نفذ صبرهما تجاه معاملة والدتهما وتصرفاتها، وقررت القيام بما لا يمكن تصوره. قصتنا لهذا اليوم تعتبر من أكثر القضايا المشهورة في كندا، حيث أثناء وقوعها اهتز المجتمع الكندي بأسره. قصة اليوم تدور أحداثها حول فتاتين نفذ صبرهما تجاه معاملة والدتهما وتصرفاتها، وقررت القيام بما لا يمكن تصوره. تمت حماية هوية الأشخاص في هذه القصة بموجب قانون العدالة الجنائية للشباب، لكن بالنسبة لعشاق الجريمة الحقيقية، عرفت شخصيات القصة باسم ليندا أندرسون وابنتيها ساندرا وإليزابيث. ابقوا معنا لمعرفة المزيد حول هذه القضية. في مدينة ميسيسوغا الكندية، كانت ليندا أندرسون أما عزباء تعمل كفنية للأشعة السينية. كانت تربي ثلاثة أطفال، ساندرا، إليزابيث وبوبي. كان والد الفتيات قد غادر المنزل قبل عدة سنوات، وتزوجت ليندا مرة أخرى بعد فترة وجيزة، لكن زواجها الثاني كان أسوأ، فقد أدين الأخير بالقيادة في حالة سكر وبالعنف المنزلي. رغم رحيل زوجها الثاني عن المنزل، وجدت ليندا نفسها عالقة في عاداته السيئة، حيث أصبحت مدمنة على الكحول، وأصبحت تشرب أكثر من أي وقت مضى. بحلول عام 2003، لم تعد ليندا قادرة على شغل وظيفة، وكانت هذه مجرد بداية النهاية لساندرا وإليزابيث. ولدت ساندرا في عام 1986، وكانت إليزابيث أصغر منها بسنة واحدة. ساندرا كانت تبلغ من العمر 12 عاما فقط عندما تعرضت لإيذاء أول مرة من قبل صديق والدتها المعروف باسم دوج. مصدومة وخائفة تحدثت ساندرا إلى كاهن حول الحادث، حيث نصحها بمواجهة دوج وتهديده بأنها ستخبر أمها إن لم يتوقف عن الاعتداء عليها. عاشت العائلة ظروفا قاسية، حيث كانت ليندا تعاني من الاكتئاب والإدمان على الكحول، الأمر الذي لم يكن يعجب الشقيقتين إطلاقا. اعتمدت ساندرا وإليزابيث على نفسيهما من أجل العيش والاهتمام بالصغير بوبي، حيث أن ساندرا اتصلت بأقاربها وجمعية مساعدة الطفل. لكن عندما واجهت مسؤول الجمعية وجها لوجه، شعرت بالإحراج الشديد من الحديث عن المدى الحقيقي للإهمال الذي تعيشه هي وإليزابيث. وعندما تحدثت إلى أجدادها حول إدمان ليندا للكحول، نصحوها فقط بأن تتفوق في الدراسة. أثناء فترة المراهقة وعند دخولهم إلى المدرسة الثانوية، أصبحت ساندرا وإليزابيث أكثر وعياً من أي وقت مضى. لم يمر الكثير من الناس بهذا النوع من الإهمال وسوء المعاملة في المنزل. شعروا وكأنهم غرباء محاطون بأطفال لديهم أسر محبة، يتناولون العشاء كل ليلة ويخططون لمستقبلهم معاً. لم ترى ساندرا وإليزابيث مستقبلاً مع والدتهما، لأنها اعتقدت أن إدمانها سيقتلها قريباً. كانت ليندا تنفق الكثير من المال على المشروبات الكحولية، وكانت الفتاتين تودان في تلك الفترة شراء ملابس جميلة والعيش في منزل جميل يحتوي على مسبح. في ظل كل هذه المعاناة، لم تعد ساندرا وإليزابيث يتحملن الوضع على الإطلاق، حيث في عام 2003 قررت الفتاتين التخطيط لما لا يمكن تصوره. 18 يناير كانون الثاني عام 2003، بعد الساعة 10:30 مساء بقليل، تلقت خدمات الطوارئ اتصالا مزعجا. كانت ساندرا وشقيقتها تبكيان وتتحدثان بشكل محموم عن غرق والدتهما ليندا في حوض الاستحمام. في غضون دقائق وصل المسعفون إلى عنوان الفتاتين. هرعوا إلى الحمام في الطابق العلوي محاولين إعادة ليندا للحياة، لكنها ماتت لساعات وكان الوقت قد فات لمساعدتها. في تلك الفترة كانت الفتاتان تبلغان من العمر 15 و16 عاما، وعندما تم التحقيق مع الفتيات
أخبرت ساندرا وإليزابيث الشرطة أنهما ذهبتا لتناول العشاء مع أصدقائهن، وكان ذلك على الساعة 6:36 مساء. أثناء خروجهن تركن والدتهن وهي تسرف في شرب الكحول وكانت تستحم. بالنسبة للشرطة بدا الأمر وكأنه غرق عرضي، وذلك ما أوضحه التشريح الطبي. أكد الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هو الغرق، مشيرا إلى أنه كان لديها مستويات عالية جدا من الكحول والمخدرات في الجسم. أظهرت الفتاتان الكثير من الحزن والأسى إثر وفاة والدتهما. في تلك الأثناء قررت الفتاتان وشقيقهما المكوث لدى خالتهما طوال عام كامل. لم تكن الخالة تعلم أن ضيوفها كانوا يخفون عنها سرا فظيعا وخبيثا. في المقابل كانت الشكوك تحوم حول مقتل ليندا، حيث أن حوادث الغرق في حوض الاستحمام نادرة جدا. كان المحققون يحاولون العثور على أي دليل يشير إلى أن موت ليندا لم يكن بالصدفة، لكن في الأخير لم يتمكنوا من العثور على أي شيء. لتقوم الشرطة في ديسمبر كانون الأول عام 2003 بإغلاق القضية. في العام التالي استمرت الحياة، واعتقد الجميع تقريبا أن ليندا ماتت في حادث غرق حوض الاستحمام المأساوي، لكن الحقيقة بدأت تتلاشى هنا وهناك شيئا فشيئا. بدأت ساندرا وإليزابيث في الشرب بكثرة وفي حالة من السكر الطافح. كانتا تتحدثان بحرية عن تورطهما في وفاة والدتهما ليندا. بعد حوالي 11 شهرا أثناء وجودهما في إحدى الحفلات، كانت كلتا الشابتان تستمتعان وتشربان مع أصدقائهما، وفي لحظة من اللاوعي أفشت إحداهما لأحد أصدقائهما بأن وفاة والدتهم لم يكن حادثا على الإطلاق، بل أضافت أن أختها قامت بقتلها في حوض الاستحمام عبر تخديرها ثم إغراقها تحت الماء حتى الوفاة. في البداية اعتقد هذا الصديق أنهن كنا يمزحن، لكن بدا واضحا عكس ذلك تماما. لذلك قرر هذا الصديق الذي لم يتم الكشف عن اسمه لكونه دون السن القانونية الذهاب إلى الشرطة لإخبارهم بما قالته الأخت. على الرغم من أنها كانت معلومة مثيرة للاهتمام، إلا أن الشرطة احتاجت إلى المزيد من الأدلة من أجل القيام بأي اعتقال. لذلك طلبوا من الشباب استخدام سيارة قاموا بتوصيلها بكاميرات مخفية من أجل اللقاء بساندرا وإليزابيث في محاولة منهم لمعرفة ما إن كانت الفتاتان لهما علاقة بالفعل بمقتل والدتهما. تحدثت الأختان ساندرا وإليزابيث في التسجيل عن كيفية إعطاء والدتهما 6 أقراص من عقار تاينينول مع 3 زجاجات من الكحول، ثم قاموا بسحبها نحو حوض الاستحمام وطلبوا منها دخول حوض الاستحمام والاستلقاء على الظهر. عندما دخلت ليندا حوض الاستحمام واستلقت، قامت الأختان بدفع رأسها تحت الماء لمدة 4 دقائق إلى أن تأكدت أنها فارقت الحياة. في 21 يناير كانون الثاني عام 2004، بعد أكثر من عام بقليل من وفاة ليندا، تم توجيه تهم من الدرجة الأولى لبناتها ساندرا وإليزابيث، اللتان تبلغان من العمر الآن 17 عاما و18 عاما. أثناء الاعتقال صادرت الشرطة أخيرا جهاز كمبيوتر اكتشف لاحقا أنه يحتوي على كنز من الأدلة. من أجل الحصول على إدانة بجريمة قتل من الدرجة الأولى، كان على الشرطة إثبات أن الأختين خططتا لقتل والدتهما. إلى جانب اعتراف الشقيقتين بما فعلتا، احتاجت الشرطة إلى إظهار أدلة من شأنها أن تدعم تورطهما في القتل. جادل فريق الدفاع عن الفتيات بأن قصصهن لا يمكن إثبات صحتها، وأن ما قالته في التسجيل كان كذبة، وأن الأدلة أظهرت أن والدتهن توفيت بسبب غرق عرضي، إضافة إلى أنهما كانتا في الخارج في تلك الليلة. في المقابل قامت الأختان بالبحث في الكمبيوتر عن طرق للقتل، وكانت هناك أيضا رسائل بين الأختين. من خلال عمليات البحث ورسائل البريد الإلكتروني، كان من الواضح أن الأختين خططتا بدقة لقتل والدتهما بدم بارد، حيث بدا أن كل ذلك كان مزحة كبيرة بالنسبة إليهما. قال العديد من الأصدقاء المقربين الذين يعرفون الأختين إن القتل لا علاقة له بالإساءة والإهمال في المنزل، لكنهم خططوا لقتل والدتهم للحصول على بوصلة التأمين على حياتها.
كانت لديهم خطط كبيرة حول كيفية إنفاق الأموال، بما في ذلك شراء منزل كبير به مسبح والقيام برحلة إلى أوروبا. تم العثور على الأخوات مذنبات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، لكن بما أنهم كانوا قاصرين فقد حكم عليهم بالسجن 6 سنوات و4 سنوات من الإشراف المجتمعي. ولو تم اتهامهما كبالغتين لكان من الممكن أن يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.